السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أبي أترك لكم مشاهدة هذه الدياية، هذه كتاك العيش، لكن تشوفوها ايش بتسوي وقولوا سبحان الله العظيم. بعدين أترككم مع المقطع. لا إله إلا الله عليه. فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.